خلى الدعاوي يا رفيقي شهالات يا ابو فجاع خلى الدعاوي يا رفيقي شهالات والله ما به شي يجرح ويقهر ريح ضميرك لا تفكر في الأجمات الهم لا شلته مع الوقت يكبر لا تكترث من هرج عاذل وشمات من كان قد القول فالوجه يظهر ولا تلتفت لو تسمع أصوات وأصوات واصل ولا تشتاط من حس الأغبر كثف جهودك وانت قد المهمات وعانق سما الإبداع يا طير واشهر الناس ما يعطون كلا لجل هات واكثرهم يشوفون حسنتك منكر لأنك وصلت يلحقونك ملامات ولأنك قدرت وغيرك يقول ما قدر ولأنك كسبت يجيك منهم عداوات ولأنك برزت اسمك على كل منبر ولأنك تجاوزت المحن والصعوبات ولأنك شهرت تحط من تحت مجهر ولأنك تعليت الجبال المنيفات ولأنك بعد هذه حق لك تفخر افخر وتلقى من يشابهك بالذات على عيال ابليس ما انتهب مجبر اللي مراجلهم هياط ودعايات بالكذب والتحريف ما غير مظهر سلومهم كانها سلوم الخواجات وسوال فم من كثرها صعب تحصر حنا وبوقت فيه حتى العلاقات من غير وجه الوجه كل يوم تكثر أغلب علاقتنا علاقة قروبات تسلم ومن يقرأ وتعذر وتنذر الوقت هذا غير عن كل الأوقات مدري عنه واللي على قولها قدر عش ما بقالك واغتنم كل ما فات العمر مثل الظل لو طال يقصر احفظ مواجيبك وصلى الصلوات لا ضاق بك وقتك قل الله واكبر باقي العلوم ان كان راحت ولنجات سهلة ولو كبرت تعود وتصبر. الله سلامتك صح يا زلمه.